دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلف الشيخ محمد عبد الرازق وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الديني بتسيير قافلة بتضم 50 عالم من علماء الأوقاف ومن وكلاء الوزارة ومديري العموم والإدارات ومفتشي الدعوة والمتابعة وأئمة الجيزة، تجوب جميع مساجد كرداسة بلا استثناء يوم الجمعة، بكرة يعني إن شاء الله. الخطبة الموحدة على مستوى الجمهورية ستدور حول التنمية الشاملة ونبذ العنف الذي يعوقها ويعطل مسيرتها. هيكون على رأس القافلة كل من الشيخ محمد عز الدين عبد الستار وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، دكتور عبد الناصر نسيم أمين وكيل وزارة الأوقاف محافظة الجيزة، ولفيف من علماء وزارة الأوقاف. معنا على التليفون الشيخ محمد عز وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. مرحبا بك فضيلة الشيخ. اهلا وسهلا يا فندم، مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ، 50 عالم من علماء الاوقاف هي يجوبوا مساجد كرداسه، لماذا كرداسه بالذات؟ ولا احنا نجوب الجمهوريه كلها مش كرداسه بس اولا يوم الجمعه. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. القوافل من علماء وزاره الاوقاف مستمره ودائمه في كل أنحاء الجمهورية. رحنا اسكندرية، رحنا حلايب، بوشلاتين، مرسى مطروح، بني سويف والفيوم، كل أنحاء الجمهورية. أمس الأول كنا في المطرية وعين شمس، وبكرة أيضا في المطرية وعين شمس، وإن شاء الله تبارك وتعالى بكرة هنبقى في كرداسة لتنشيط الدعوة فيها ولأخذ الناس وتعرفهم بالوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام ومبادئه. فهي مش كرداسة مقصودة يعني بعناء. يعني ده ملوش نعم. ملوش علاقة بالأحداث العنف اللي حصلت في المطرية وكرداسة في الأماكن. لا، احنا بنقول يا احنا علماء الأوقاف المتخصصين بننزل المساجد وده حقنا وما فيش في مشاكل، ما بنضايقش حد. احنا بنروح لإلقاء الدروس التي تدعو إلى السماحة، تدعو إلى الحب، تدعو إلى نبذ العنف وإلى نبذ الخلاف. طيب بالنسبة لهذه القافلة، هل هتكون مثلا بعد صلاة الجمعة؟ هل هيدخل في؟ لا، احنا هنخطب الجمعة إن شاء الله. أنتوا هتخطبوا الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب كلمنا فضيلة الشيخ عن موضوع الخطبة. هو الموضوع عن التنمية. الإسلام جاء بكل المرتكزات والمقومات والأسس التي تقام عليها التنمية الشاملة في المجتمع، نبذ العنف ونبذ التطرف، في تنمية اقتصادية، في تنمية اجتماعية، في تنمية زراعية، في تنمية أيضا، في تنمية إيمانية، في تنمية علمية، في تنمية في العمل، وفي تنمية في الصناعة. دي كلها هيبقى محور ومرتكزات الخطبة اللي احنا هنكون فيها إن شاء الله. التواجد في هذه الأماكن، يعني ربما هناك محاذير، يعني خلينا نتكلم بصراحة فضيلة الشيخ، هل لديكم تحفظات عندما تكلفون بمهام مماثلة في أماكن زي كرداسة زي؟ والله احنا رحنا المطرية، انا كنت في المطرية اول امبارح والامور مشيت على ما يرام بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب ايه اللي ابرز الملحوظات لما انتم بتتناقشوا مع الناس في هذه المناطق؟ ايه ابرز الملحوظات اللي بيوجهوها ليكم؟ والله انا في المسجد اللي انا اديت فيه القافلة احد المصلين الافاضل قال لي ربنا يهديكم وتقول يجري على ألسنتكم الخير. هو منفعل. عفوا، قال لك ايه؟ ربنا يهديكم ويجري على ألسنتكم الخير والحق. قلت له يا سيدي بشكرك امين، وكملت موضوعي بمنتهى الهدوء وانتهت المسألة، وخرجنا بعد ما صلينا العشاء من المسجد في المسجد، وخرجنا من المسجد وانتهت القافلة على خير. لكن لا تدخلون في نقاشات مع يعني تيارات؟ لا، من يريد النقاش نناقش. من يريد النقاش نناقش. لو حد عنده سؤال زي أي مسجد في أي زمان وفي أي مكان، أنا بعد انتهاء من خطبتي أو بعد انتهاء الدرس غالبا بيبقى في بعض التساؤلات من بعض الأفاضل، لهم الحق علينا أن احنا نجيب على هذه التساؤلات. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ محمد عز وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة.